Kuna najisuk ila maida til asha masa amsi wana tahadatu amma hadatha kul wahid minna khilal al yawm. ماذا عملت اليوم يا بني؟ ذهبنا أنا ورفيقتي ليلى إلى دكان الثياب. في دكان رأيت لسان جميل وأحببته وما كان لمن. أما ليلى ناولت لمن واشتغلت لسان. الحمد لله برفيقك ليلى. وأين كنت أنت يا أبي؟ كنت اليوم في السوق. وماذا عملت هناك؟ لا شيء، ما أنفقنا وإن فاكية واحدة وعلاقات دحان كثيرة. وكيف كان اليوم في المدرسة؟ لا كثيرا، درسنا زيادة وثم ذهبنا إلى بيتنا لأن المعلم كان مريض. عندما تحدثنا ولا أخذنا عن والدي لا بيأكله. أبي، هل تدخن كثيراً؟ نعم، أدخن كثيراً جداً. الألم الذي تشعر به هو نتيجة التدخين الكثير. ممرضة، رافقي هذا المريض إلى الغرفة رقم 53 في الطابق الخامس. العيل بكى في المستشفى للفحص. تناولها قبل النوم. سنعرف في الصباح إن شاء الله. هل تريد شيئا من البيت؟ نعم، أحضروا لي من فضلكم بعض الفواكه. هو لك غدا بخاطرك. مع السلامة.